الاهلي بيخطف الصداره بعد ما فاز على بيراميدز بثلاثيه قفشه والسوليه ومحمد شريف، واحمد السيد زيزو بيغرد وحيدا في صداره هداف الدوري برصيد 8 اهداف، اما رمضان صبحي فبيحبط كل الناس اللي اختارته في الجوله الدبل لبيراميدز الجوله ال 12 عشان يحصد 3 نقط بس. واخيرا تم اكتشاف مهاجم اجنبي جديد في الدوري هيغير اختياراتنا في الجولات الجايه. انا احمد غالب ودي حلقه جديده من فانتزي الدوري المصري. انتهت الجولة ال 12 اللي اتلعب فيها 9 مباريات منهم مباراتين لبيراميدز اللي افتتح الجولة بفوز بثنائية على المقاولين، وفي مباراة البنك الاهلي ومصر المقاصة قدر ناصر منسي انه يسجل هدف بنك الاهلي علشان يحصد 6 نقاط ويكون نجم من نجوم المباراة، اما الاسماعيلي فبيواصل سلسلة النتائج السلبية قدام فاركو بعد التعادل السلبي 0-0. في مباراة اتعرض فيها عمرو جمال مهاجم فريق فاركو لقطع في الرباط الصليبي، عمرو جمال من المهاجمين اللي كل الناس اللي بتلعب فانتزي بتختاره في تشكيلتهم، وده سواء في الموسم الحالي او الموسم اللي فات لما كان بيلعب في طلائع الجيش، وفي كل الاحوال بنتمنى له الشفاء العاجل ويرجع تاني يقود الهجوم في تشكيلات المتسابقين زي ما عودنا الموسم اللي فات والموسم الحالي. وفي مباراه الزمالك والجونه تحس كده ان امام عاشور بيقدم اوراق اعتماده لفيريرا وبيقول له بص عليا انا موجود عشان يسجل ويصنع وياخد 11 نقطه. وطبعا افضل جناح في الدوري الموسم ده احمد السيد زيزو يواصل التالق ويسجل هدفه الثامن في الدوري الموسم الحالي وياخد 7 نقط. اما انبي بيخسر من ايسترن كومباني اللي فايق اخر ماتشين ليه في الدوري علشان يزعل كل الناس اللي راحت لايبوكا وكابتنته في الجوله ال 12. وفي ختام الجوله في مباراه طلائع الجيش والمصري فيكتوري بينيانجبا اللي قلت لكم عليه الحلقه اللي فاتت بينصرني ويسجل هدف فوز الجيش على المصري علشان ياخد 5 نقط بدل 6 بعد ما خد انذار. ده كان ملخص سريع للي حصل في الجوله ال 12. خلونا بقى نتكلم عن اللي جاي وهي الجولة ال 13 الجولة النارية. ليه بقى بقول هي نارية؟ لأن الجولة دي هي جولة دبل لبيراميدز والأهلي والاتحاد، يعني من الآخر كده لازم يكون في تشكيلتك عدد كبير من الثلاث فرق دول، وأنصحك إنك تستخدم في الجولة دي الوايلد كارد أو الانتقالات المجانية علشان تقدر تغير فريقك كله من غير ما يتخصم لك أي نقط. ويلا نتكلم عن الدريم تيم للجولة ال 13، والدريم تيم ده يعني الفريق الأفضل في الجولة، بس ده من وجهة نظري، وجهة نظري مش بالضرورة تكون صح، أنت كمان تقدر بكل تأكيد تختار اللعيبة اللي أنت شايفها إنها ممكن تجيب لك نقط. نبتدي كده بمركز حراسة المرمى، بكل تأكيد محمد الشناوي، الأهلي هيلاعب الاتحاد السكندري والمصري، وبنسبة كبيرة هيخرج بكلين شيت، ولو دخل فيه أهداف فمش هيبقى سكور. في خط الدفاع عندك علي معلول، عمل مشاركة كاملة واسيست وكلين شيت وخد بونص علشان يخرج من الجوله ال 12 ب 11 نقطه، كان ناقص يطلع نار من بقه. في خط النص عندك طبعا محمد مجدي قفشه، كان افضل لاعب من الاهلي قدام بيراميدز وجاب 7 نقط. وفي خط الهجوم عندك محمد شريف، رجع تاني للتسجيل وبقى متالق في اخر مبارياته مع الاهلي، وبنسبه كبيره هيسجل في ماتش من الاثنين. كده 4 لعيبه من الاهلي، وانت المسموح بثلاثه بس من فريق واحد، فانت بايدك الجميله دي هتبقى مضطر ان انت تختار لعيب وتطلعه بره التشكيل. من بيراميدز خط الدفاع ما انصحكش تاخد حد منه، خاصة انه هيلاعب الزمالك، وماتش بيراميدز والزمالك زيه زي ماتش بيراميدز والاهلي، مش مضمون وممكن يخلص بسكور، بس ممكن تاخد وليد الكارتي لانه بلغة الفانتازي بيجيب نقط، او ابراهيم عادل جناح خطير وسريع وممكن يسجل او يصنع في اي ماتش من الماتشين بتوع بيراميدز في الجولة. من ماتش فيوتشر وسموحة عندك من فيوتشر جوزيف نجويم، باك شمال سريع وعرضياته بتكون دقيقة في اغلب الاحوال، وبنسبة كبيرة ممكن تتحول لاسيست. لو عايز تاخد ريسك قدامك احمد رفعت من فيوتشر، طبعا جناح خطير وممكن يعمل اي حاجه في المباراه. من سموحه عندك في خط الوسط عبد الكبير الوادي، متالق بقاله فتره مع الفريق وصنع 5 اسيستات علشان يكون هو ومحمد مجدي قفشه اكتر 2 صنعوا اسيستات في الدوري برصيد 5 اسيستات. من ماتش الاتحاد السكندري والاسماعيلي عندك خالد الغندور، لعيب خط نص سريع ودايما وشه على الجون وهو في رجله الكوره. وطبعا عندك في الهجوم مبلولو، مهاجم خطير ومسجل لحد دلوقتي
6 اهداف. وطبعا من الاسماعيلي هبقى بغشك لو رشحت لك اي حد من الفريق، لان زي ما انت شايف الفريق في قاع الدوري، وبصراحه كده ما يشجعش اي حد انه يختار اي لعيب من الفريق. انبيو سيراميكا لو هختار اكيد من المهاجمين، لان خط الدفاع في الفرقتين مش في افضل احواله، والمهاجمين هم اللي ظاهرين في الفرقتين. فاركو والبنك الاهلي الماتش هيبقى صعب على الفرقتين، بس انا ميال اكتر لايزاكو يعقوبو، لان خالد جلال المدير الفني للبنك الاهلي بيبدا بايزاكو في الباك الشمال، ومع بدايه الشوط الثاني بيودي ايزاكو كجناح وينزل مكانه عاصم صلاح، وبالتالي اي حاجه هيعملها ايزاكو في الماتش هتتحسب له لانه مدافع مش جناح. من مباراه ايسترن كومباني وطلائع الجيش عندك بكل تاكيد فيكتوري بنيانجبا، مهاجم اثبت نفسه الاسابيع اللي فاتت في الدوري المصري. اما من ماتش الزمالك ومصر المقاصه، فاحنا مش عارفين فيريرا هيعمل ايه في اول تشكيله ليه في الدوري الموسم الحالي، فخلينا في المضمون وخلي اكيد في تشكيلتك احمد السيد زيزو في خط النص. زي ما عودناكم هيبقى في فقره ثابته للمتسابقين اللي تصدروا الترتيب في الجولات اللي فاتت، ودي تشكيله امام متصدر الترتيب في الجوله ال 12 برصيد 88 نقطه، بفارق نقطه واحده بس عن صاحب المركز الثاني، وطبعا واضح جدا انه بيعتز باسمه لانه كان مكابتن امام عاشور اللي جاب له 24 نقطه، وبرده كان مفعل خاصيه نقاط الدكه اللي جابت له لوحدها 18 نقطه. ودلوقتي هعرض لكم فيديو للكابتن خالد الغندور وهو بيختار التشكيل الأفضل للفانتازي في الدوري المصري. فانتازي في الجول، طب ممكن نقول مثلا حراسة المرمى محمد صبحي ومحمود جاد، مدافعين ممكن نقول محمد سمير المقاولين، أحمد ياسين البنك الأهلي، أسامة إبراهيم، علي معلول، محمد عبد المنعم. نص الملعب نتكلم في عمرو السولية، أحمد رفعت، وليد الكارتي، أشرف بن شرقي، احمد السيد زيزو، وقدام جون ايبوكا، اسامه فيصل، شادي حسين. اما بالنسبه للفائزين في الجولات السبعه والثامنه والتاسعه، فده خالد وليد الفائز في الجوله السبعه بموبايل شاومي 11 تي، وده ابراهيم عزت فاز بماي باند 6 بعد ما تصدر الترتيب في الجوله الثامنه، واخيرا عبد الرحمن السعيد فاز بسمارت ووتش برعايه شاومي بعد ما تصدر الترتيب في الجوله التاسعه. منتظرين اسئلتكم او اي استفسار محتاجين تفهموه عن الفانتازي، وهنا تكون نهايه الحلقه. اشوفكم على خير.